حدث ليلة أمس في ولاية مانراس وأدهش الجميع. وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق فيديو لمئات الأشخاص وهم يحتفلون ويهرولون في شارع في مدينة برج بادي مختار بولاية مانراس. وقال شهود عيان أن هؤلاء الأشخاص ليسوا جزائريين وإنما من جنسية إيفوارية، خرجوا للاحتفال بعدما فاز منتخب بلدهم بكأس إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخها، أين خرجوا للتعبير عن فرحتهم بهذا التتويج والذي لم يتوقعه أي أحد في بداية البطولة.